نشرة أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى سلطنة عمان تعزيزا للعلاقات التاريخية بين البلدين. موسكو تحذر الغرب من أن تهديداتها النووية ليست خدعة إذا تم تجاوز حدودها. يصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة دولة تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان. وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزا لأواصر المحبة والقربة التي تجمع الشعبين الشقيقين. ويبحث القائدان خلال الزيارة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين وبما يحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. كما يناقش الجانبان مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وتزينت شوارع العاصمة العمانية مسقط وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، احتفاء بزيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى السلطنة. كما تصدرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عناوين الصحف العمانية التي أفردت صفحاتها الأولى للإشادة بالزيارة التي تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزا لأواصر المحبة ووشائج القربة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وتتسم العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بروابط قوية ودافئة نسج خيوطها وأرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأخوه السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، حتى انعكست أواصر هذه العلاقات رفاهية في حياة الشعبين الشقيقين. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. دون الحاجة إلى جواز سفر أو تأشيرة دخول، ومن خلال الهوية الشخصية فقط يتنقل المواطنون الإماراتيون والعمانيون على الحدود بين الدولة والسلطنة. هذه إحدى ثمار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع أخيه السلطان قابوس بن سعيد. يعود اللقاء الأول بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والمغفور له السلطان قابوس إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات وقبل تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في 23 من يوليو عام 1970، حيث التقيا في العام 1968. ومنذ ذلك التاريخ ارتبط الزعيمان بعلاقة صداقة وأخوة ظهرت نتائجها في تطور العلاقات بين البلدين بعد تولي السلطان قابوس الحكم وقيام دولة الإمارات. عام 1991 شهد بيت بهجة الأنظار العامر بولاية صحار بسلطنة عمان زيارة تاريخية للشيخ زايد، حيث كانت مراسم توقيع اتفاقية الحدود التي وصفها سموه بأنها ستضيف لبنة جديدة في الصرح الشامخ للعلاقات الأخوية الوثيقة. تشكلت على إثر تلك الزيارة اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان، والتي عقدت عشرات الاجتماعات في أبو ظبي ومسقط، وحققت خلالها إنجازات مهمة أبرزها إنشاء شركة عمان والإمارات للاستثمار وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الموحد،
تعددت زيارات السلطان قابوس إلى الإمارات، من بينها زيارته للدولة عام 1998، وكانت الزيارة التاسعة التي قام بها السلطان قابوس لدولة الإمارات منذ مطلع الثمانينيات. الزيارات المتبادلة بين القادة الحكماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ساهمت في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث أصبحت سلطنة عمان ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فأصبحت هذه اللقاءات بين قادة البلدين غرسا مباركا أصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين. مشاهدينا، وضمن تغطيتنا المباشرة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان، ينضم إلينا مراسلينا إلى سلطنة عمان الزميل محمد سلومي من أمام قصر العلم في العاصمة مسقط، والزميل محمود تبوك مراسل قنوات أبوظبي. أبدأ من عندك محمد سلومي، حدثنا عن الأجواء التي تسبق هذه الزيارة، إليك يا محمد. نعم أروى، طبعا بلا شك هناك أجواء جميلة، أجواء طبعا لاستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى العاصمة العمانية مسقط. طبعا هناك استقبال شعبي كبير، استقبال رسمي أيضا، بالإضافة إلى ذلك الأعلام الدولتين ترفرف في جميع الميادين وأيضا في جميع أنحاء سلطنة عمان ابتهاجا بقرب وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الصحف العمانية كذلك أشارت اليوم في جميع الصحف أشارت بالترحيب الكبير بقرب وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأيضا أكدت خلال في مطبوعاتها بأن هذه الزيارة سوف تشكل منعطفا جديدا، وسوف تشكل أيضا جانبا معنويا كبيرا لدى قيادة البلدين وأيضا الشعبين الشقيقين. ملفات كثيرة سوف تطرح هنا في العاصمة مسقط، وأيضا وصفت الصحف العمانية هذا اللقاء بأنها قمة ثنائية من الطراز الرفيع، قمة ثنائية سوف تناقش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن الدولتين المتجاورتين إقليميا تشكلان طبعا صمام أمان لباقي دول مجلس التعاون وأيضا لدول المنطقة كلها. أيضا توافق الرؤى حول مجمل القضايا الأمن السلم الدوليين هو محور الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الملفات الثنائية المشتركة المتعلقة في مختلف المجالات سواء كان الاقتصادية الاستثمارية التجارية وأيضا البيئية ومجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها من الملفات التي سوف تطرح خلال هذه الزيارة المرتقبة. إذن هنا من ساحة العلم ومن أمام قصر العلم التي سوف تعقد هذه القمة في انتظار وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولقائه مع صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان. إذن هذه صورة حتى اللحظة، وعودة إليكم في الاستوديو في أبوظبي. أنتقل إلى الزميل محمود تبوك، سيحدثنا عن كيف يتفاعل الشارع العماني مع هذه الزيارة وكيف يرحب بالضيف الكبير. مرحبا أروى، الشارع العماني طبعا وكل المواطنين طبعا في سلطنة عمان رحبوا وعبروا عن فرحتهم بقدوم الضيف المبجل إلى سلطنة عمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرض السلطنة، والكل فرح بهذه الزيارة الميمونة التي راح أكيد تعزز وتوطد العلاقات التاريخية للمستقبل الحاضر. دعيني أروى أن أحدثك بصورة جميلة عن الاستقبال على الهواء مباشرة والاستعدادات النهائية لهذه الضيف. هذه هي الخيول التي تنتظر الضيف الكبير، هي الخيالة السلطانية، وهنا الموسيقى الحاضرة
معنا أمام بوابة مسقط لكي تستقبل ضيف السلطنة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. هنا الموسيقى السلطانية تعزف والكل يستعد والكل ينتظر مقدمه الميمون هنا إلى ولاية مسقط، مدينة مسقط هنا في قصر العلم العامر. هذه الصورة ربما تكون أمام الجميع الآن على الهواء مباشرة، وهم الخيال السلطانية الكل يستعد وينتظر قدوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هنا إلى أرض السلطنة في اللحظات القادمة بإذن الله تعالى. إليك يا أروى. أشكر الزميل محمود تبوك مراسل قنوات أبوظبي والزميل محمد سلومي مفد قنوات أبوظبي، كنتما معي من العاصمة العمانية مسقط. شكرا لكما على كل هذه الحيثيات. مشاهدينا نقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إن موسكو لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها، وأن هذا بالتأكيد ليس خدعة. كما حذر ميدفيديف والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من أن موسكو لها الحق في الرد من دون كثير من المشاورات مع تصاعد التوتر في الغرب في شأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. ميدانيا خاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالا عنيفا في مناطق مختلفة من أوكرانيا مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في 4 مناطق أوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة دونيسك لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده ولروسيا أيضا، في الوقت الذي تحاول فيه القوات الروسية التقدم جنوبا وغربا. هذا وتأمل موسكو في ضم مناطق خرسون ولوغانسك ودونيسك وزابوروجيا في الشرق والجنوب، والتي تشكل نحو 15% من أوكرانيا. في واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة خصصت 457.5 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية. من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتبحثون في شأن مشروع قانون للإنفاق المؤقت اتفقوا على إدراج 12 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد مدة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب. وقال متحدث باسم الإدارة البحرية السويدية إن هناك تسريبين في نورد ستريم 1، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنماركية. هذا وقد أفادت بيانات اليوم بأن ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 كان بكميات أقل من الأيام السابقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. استقالة رئيس مجلس النواب العراقي تفاقم الأزمة السياسية في البلاد والإطار التنسيقي يتحرك لملء الفراغ. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة دولة لسلطنة عمان. هذه الزيارة ستتوج أروى مسيرة كبيرة من العمل المشترك التي بدأت منذ عهد عبر أبواب تروي حكايا ألف عام. جئنا إلى دار الكرم والجود أرض السلام، تلوح لنا قلوب أهلها البيضاء الصافية كالسماء،
الوديعة كثلاثية الشمس والطبيعة والماء. من دار زايد جئنا لنخوض رحلة في ربوع وطننا الثاني، على ألحان موسيقى سلطانية وأنغام وجهتها الوجدان. جئنا إلى حيث يعانق الحاضر أزداء تاريخ، يبسط أجنحة قوة لا تنفصم عراها عبر الزمن. تاريخ يمتد وشراكة تشتد وخطى لا ترتد، في درب يعلي البنية، درب الإمارات وعمان. تغطية خاصة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان الشقيقة عبر قناتي أبوظبي والإمارات. جديد، وقبل مواصلة النشر نذكر بأبرز العناوين. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولتين إلى سلطنة عمان تعزيزا للعلاقات التاريخية بين البلدين. موسكو تحذر الغرب من أن تهديداتها النووية ليست خدعة إذا تم تجاوز حدودها. يبدو أن المشهد السياسي العراقي يزداد تعقيدا مع تقديم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالته من منصبه في خطوة وصفت بالغامضة وفتحت بابا لتكهنات سياسية ربطت هذه الاستقالة بمواقف سياسية أبداها الإطار التنسيقي تجاه الحلبوسي، وأخرى حاولت أن تشير إلى أن خطوة رئيس مجلس النواب العراقي هذه جاءت خطوة استباقية لتظاهرات شعبية ترفع شعار إسقاط الحكومة. تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية العراقية، حيث أعلن يوم أمس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقديم استقالته من منصبه دون ذكر أسباب موجبة لذلك. سياسيون أشاروا إلى أن خطوة الحلبوسي هذه جاءت استباقية لخطوات ربما سيتخذها التحالف السياسي الجديد والمسمى بإدارة الدولة، والذي يضم في عضويته الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين إضافة إلى بعض الأحزاب السنية من أجل تشكيل الحكومة، إذ أفصح الإطار التنسيقي في أكثر من مناسبة عن نيته إقالة الحلبوسي في أول جلسة لمجلس النواب بعد عودة انعقاده كنوع من العقاب جراء مواقفه الرافضة لتشكيل حكومة توافقية مبنية على المحاصصة الحزبية. في وقت بين مراقبون سياسيون آخرون إلى أن رئيس مجلس النواب المستقيل وضع نفسه في موقع يسمح له بمواكبة تحركات حلفائه من التيار الصدري والقوى التشرينية التي دعت إلى تظاهرات واعتصامات كبيرة ترفع شعار إسقاط الحكومة. قراءات عديدة قدمت لهذه الخطوة الغامضة التي أقدم عليها رئيس مجلس النواب، ربما ستنكشف أسبابها يوم غد الأربعاء بانعقاد جلسة مجلس النواب. فأما قبول الاستقالة والذهاب نحو انتخاب رئيس جديد أو رفضها وإعادة الثقة بالحلبوسي كرئيس لمجلس النواب. لقنوات أبو ظبي موفق مجيد، بغداد. في مستجدات الملف النووي الإيراني، التقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ضمن محادثات تجري في فيينا. وكشف غروسي أن الحوار مع إيران يجري في شأن توضيح قضايا الضمانات العالقة. يأتي هذا اللقاء بعد تصريحات سابقة للرئيس الإيراني أوضح فيها أنه لن يكون مستعدا للتوصل إلى اتفاق
اتفاق نووي مع الغرب من دون حل الخلاف في شأن تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 3 مواقع اتهمت فيها إيران بعدم القدرة على تفسير الآثار المشعة فيها. واجهت إيران مزيدا من الانتقاد الدولي بسبب وفاة امرأة في حجز الشرطة، مما تسبب في اشتعال احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وجاء تصاعد رد الفعل الخارجي بعد أن اتهمت طهران الولايات المتحدة باستغلال الاضطرابات في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. هذا وشنت إيران حملة على مظاهرات عمت البلاد للاحتجاج على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تنفذ القيود الصارمة المفروضة على زي النساء. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما وصفه استفزازات اليونان في بحر إيجا بعد انتشار عسكري يوناني على جزيرتين في البحر. أردوغان شدد على أنه لن يتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق بلاده ومصالحها ضد اليونان بجميع الوسائل المتاحة. يأتي ذلك بعد نشر اليونان مدرعات أمريكية الصنع في جزيرتي ساموس وليسبوس التي تبعد كيلومترات فقط عن السواحل التركية. في المقابل أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أكد أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد لسيادة بلاده. قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء أمس من جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد في الشرطة في إقليم مرسين في جنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر. واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن هذا الهجوم، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال الانفجارات. وجهت كوريا الشمالية تحذيرا من خطر تسبب المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الجارية حاليا في اندلاع حرب. وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد تعهد بتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات من الدبلوماسية الفاشلة مع كوريا الشمالية في عهد سلفه. وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس بدأت أول مناورة بحرية مشتركة بينهما بالقرب من شبه الجزيرة الكورية منذ 5 سنوات. سقط 10 قتلى على الأقل غالبيتهم عسكريون في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو. وقال الجيش في بيان له إن قافلة إمدادات للسكان ترافقها وحدة من الجنود قد تعرضت في أثناء توجهها إلى ديجيبو تعرضت لهجوم إرهابي يوم أمس. وبوركينا فاسو التي يحكمها الجيش منذ يناير تشهد منذ 2015 هجمات تشنها جماعة أعلنت ارتباطها بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. نذهب مشاهدينا إلى هذه الطائفة من الأخبار العالمية المنوعة نوجزها لكم في هذا التقرير. بعد أكثر من شهرين من مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي، تبدأ اليوم في طوكيو مراسم الجنازة الرسمية وسط إجراءات أمن مشددة وبحضور أكثر من 4000 مشيع، وذلك رغم المعارضة المتزايدة للمراسم المثيرة للجدل، إذ قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الجنازة ستكلف دافعي الضرائب أكثر من 11 مليون دولار.
أعادت كولومبيا وفنزويلا فتح حدودهما بعد سنوات من الجمود وفي أعقاب إعادة العلاقات الدبلوماسية. وعبرت أول شاحنة بضائع جسر سيمون بوليفار من كولومبيا إلى جارتها لأول مرة منذ 7 سنوات. ومن المقرر أيضاً استئناف رحلات الطيران التجارية. يكشف قصر باكنغهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز، والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد. ويتكون الرمز من حرفي سي وآر اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي. وختامنا من الفضاء، حيث صدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا عمداً بكويكب في محاولة لتحويل مساره في اختبار غير مسبوق يهدف تعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض. وما إن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحاً أفراد طاقم ناسا الذين تجمعوا في مركز الإشراف على المهمة في ماريلاند بالولايات المتحدة. وهذه نظرة على إغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التداول. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام نشرة الثالثة. نلتقي دوما بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء.